أقدم من سكن بلاد ما بين النهرين، وأول من شكل حضارة متقدمة شملت أقدم أنظمة الكتابة والفنون والعمارة وعلم الفلك والرياضيات واختراعات كالمحراث والمراكب الشراعية والأنظمة الرقمية. عاشوا منذ نحو 7000 سنة، وجعلوا من بلاد الرافدين مهداً للحضارة. السومريون عباقرة وصناع حضارة. تعتبر الحضارة السومرية التي نشأت في أرض العراق عام 5000 قبل الميلاد أقدم حضارة في تاريخ الإنسانية، والتي تحوي الكثير من أسرارها، وكان لها الأثر الكبير في نشأة وتطور الحياة والإنسان. نشأت الحضارة السومرية ببلاد الرافدين في 1000 قبل الميلاد، ويرجع تسميتها بسومر نسبة إلى موقعها، حيث كانت تقع بين نهري دجلة والفرات في العراق، وامتدت بعد ذلك إلى سوريا ومنطقة الخليج العربي. ولم تحدد بعد أصول السومريين، وما تزال تلك الأصول قائمة على فرضيات العلماء الذين يرجحون بأنهم من الأقوام الذين قاموا بالهجرة من شمالي العراق إلى جنوبه عندما صب نهري دجلة والفرات، وتمكنوا خلال قرون من إقامة الدولة التي نمت وتطورت في حضارتها وعلومها ومعمارها وفنونها. امتهن السومريون الزراعة كأول حرفة كانت على أرض حضارة بلاد الرافدين، ثم امتهنوا الصيد والبحث عن الثمار والنباتات البرية، واستفادوا من الحيوانات ومن لحومها وحليبها وجلودها. ويعتبر السومريون هم أول من عرفوا دبغ الجلود واستخدموا الخياطة وغزل الصوف. تطورت حضارة سومر وبرعوا في الهندسة، حيث شيدوا المدن الشهيرة عبر التاريخ، وهي أور، لارسا، ونيبور وغيرها، كما بنوا العديد من القصور الضخمة والأروقة، وقاموا بتخطيط المدن الكبيرة، وبهذا أصبحت الحضارة تبني القرى والمدن. كان يعتقد أن كل مدينة تخضع لحكم إله محلي أو مجموعة آلهة، وهيمنت المعابد على أشكال العمارة في مختلف المدن السومرية. بني أشهر معابد الحضارة السومرية زقورة أور، من الطوب على شكل مدرجات هرمية الشكل، وكان يتكون من 3 طوابق بارتفاع 15 متر. ضم هذا المعبد مجموعة من المعابد، بالإضافة إلى القصر الملكي. كان هناك أيضاً ضريح مخصص لإله تلك المدينة على رأس المبنى. كانت الثقافة السومرية من أوائل الثقافات التي طورت عدة معايير يمكن استخدامها لتأكيد معالم وجود حضارة. يعود إليهم الفضل في وضع المدونات القانونية والتقويم القمري، بالإضافة إلى ابتكار المحراث والمراكب الشراعية. وقد طور السومريون أيضاً نظاماً رقمياً يستند إلى الرقم 60، الذي لا يزال يستخدم لقياس عدد الثواني والدقائق. ومع ذلك، قد يكون الإرث الأشهر للسومريين هو نظام الكتابة الخاص بهم، فقد ابتكر السومريون أحد أقدم أنظمة الكتابة المعروفة بالكتابة المسمارية، وهي نوع من الكتابة تنقش رموزها فوق ألواح طينية رطبة باستخدام أداة حادة مدببة تشبه قلم شاشات اللمس الإلكترونية، ثم تجفف تلك الألواح الطينية في الشمس للاحتفاظ بالنص. وقد نجت مئات الآلاف من تلك الألواح، مما يفتح نافذة يمكن من خلالها التعرف على الثقافة السومرية ونمط الاقتصاد والقانون والأدب والسياسة والدين الخاصين بهم. ولا شك في أن نظام الكتابة السومرية قد أثر على نمط النصوص في المنطقة على مدى الأعوام 3000 اللاحقة. عثر على أقدم النقوش المسمارية فيما أصبحت حالياً منطقة جنوب شرقي العراق، ويعود تاريخ تلك النقوش إلى نحو 3000 قبل الميلاد. وبينما اقتصر في البداية استخدام نظام الكتابة المسمارية على السومريين فقط، لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن تعتمد المجموعات البشرية المجاورة استخدامه. بحلول عام 2500 قبل الميلاد، بدأ الأكاديون، وهم أقوام ناطقون بلغة سامية، استقروا شمال دولة سومر في استخدام الكتابة المسمارية لتدوين اللغة الخاصة بهم.
لكن هيمنة السلالة الأكادية في نحو 2300 قبل الميلاد أدت إلى تثبيت اللغة الأكادية على حساب اللغة السومرية باعتبارها اللغة الأساسية في بلاد ما بين النهرين. وعلى الرغم من أن اللغة السومرية شهدت فترة انتشار وانتعاش قصيرة، فإنها أصبحت في نهاية المطاف لغة ميتة لا تستخدم إلا في السياقات الأدبية. أما اللغة الأكادية فقد استمر التحدث بها على مدار 2000 عام تالية، وشهدت تطوراً إلى أشكال لاحقة عرفت بالبابلية والآشورية. قام السومريون بسن القوانين والأنظمة ونشروها، كما عرفوا الفنون التشكيلية والموسيقى، حيث أنهم اخترعوا الآلات الموسيقية البدائية. وتعتبر الحضارة السومرية هي من نظمت السلم الموسيقي، كما كونوا فرقاً للإنشاد في المناسبات وفي دور العبادة. أبدع السومريون في مجالات أخرى متعددة كالصناعة والتجارة والفنون وإدارة شؤون الدولة، وكانت لهم القدرة في صنع المجوهرات وسبائك الذهب والفضة، بالإضافة إلى أن السومريين هم أول من استطاعوا بناء السفن الضخمة، ورسموا خرائط البحار والمحيطات، كما أتقنوا فن الملاحة، وجابوا حول العديد من الأماكن حول العالم. ويعود الفضل في وضع التقويم الشمسي والقمري إلى الحضارة السومرية، فهم أول من عرف علم الفلك، ومن خلاله اكتشفوا مواعيد الفصول السنوية الأربعة، وقاموا بصنع العدسات المقعرة والمحدبة والمرايا المنعكسة، حيث عثر على خاتم يعود إلى الحضارة السومرية منقوش عليه خارطة تبين المجموعة الشمسية، وتوضح عدد الكواكب العشرة بالإضافة إلى الشمس والقمر، وتبين موقع كل منها وبأرقام حسابية دقيقة، حيث كانوا يعتبرون الشمس والقمر كوكبين، وبذلك يصبح المجموع 12 كوكباً. يقول عالم السومريات سامويل كريمر: كان أول من حكم سومر وسجلت أعماله هو إيتانا ملك كيش، الذي ربما تربع على العرش في بدايات الألفية الثالثة قبل الميلاد، ووصفه ثبت الملوك بأنه وطد دعائم البلاد. وثبت الملوك السومري هو وثيقة مسمارية خطها كاتب من مدينة لاكش سنة 2100 قبل الميلاد، تقريباً تحصي أسماء ملوك البلاد وإنجازاتهم في محاولة لعرض استمرارية النظام في المجتمع رجوعاً إلى فجر الحضارة. آمن قدماء العراقيين عموماً والسومريون خصوصاً بأن الحضارة نتجت عن انتصار الآلهة التي مثلت النظام بدلاً من الفوضى. من هذا المنطلق يعتقد أن ثبت الملوك وضع لشرعنة حكم ملك من أوروك يدعى أوتو هيكال، حكم نحو 2100 قبل الميلاد من طريق إظهاره بعد سلسلة طويلة من الحكام الذين حكموا البلاد. اشتهر إيتانا بأسطورة معراجه إلى السماء على ظهر نسر، ومثل ملوك آخرين نقشت أسماءهم في الثبت، من ضمنهم داموزي وغلغامش. عرف إيتانا ببطولته وإنجازاته الخارقة للعادة، ويعتقد أن أوتو هيكال كان يحاول ربط نفسه بأمثال إيتانا من الملوك الأبطال المبكرين حين أمر بتدوين ثبت الملوك. تعرف آخر حقبة من التاريخ السومري باسم حقبة أور الثالثة من 2112 إلى 2004 قبل الميلاد، نسبة إلى سلالة مدينة أور الثالثة، كما تعرف باسم النهضة السومرية بسبب ما شهدته من ارتقاء ثقافي ملحوظ، ارتقاء شمل كل جوانب حياة الإنسان المتحضر، حيث وضع ملك أور أورمو بين 2112 إلى 2095 قبل الميلاد، وشولكي 2094 إلى 2047 قبل الميلاد نصب أعينهما تطوير الثقافة، واتخذاه هدفاً تسعى إدارتاهما لتحقيقه، كما حافظا على السلم ما سمح بازدهار الفنون والثقافة. في عهد شولكي بني سور بطول 250 كيلومتر لحماية البلاد من قبائل ناطقة بلغة سامية تسمى المارتو أو التدنوم، أو القبائل الأمورية حسب تسمية الكتاب المقدس. عملت سلالة شولكي على تقوية هذا السور لإبعاد الغزاة عن أرض سومر، لكن ثبت عدم كفاءة هذه الطريقة للحماية، إذ لم يكن من السهل تحصين السور بالأسلحة والرجال، إضافة إلى أنه كان مفتوحاً من الطرفين، أي أن جيش الغزاة كان بوسعه السير حتى إحدى نهايتيه ثم الالتفاف حوله. اخترقت جيوش علام السور
وزحفت نحو أور واستولت عليها وأسرت ملكها سنة 2004 قبل الميلاد تقريباً. وطد الأموريون حكمهم للبلاد، ومع ذلك هاجر أكثرهم جنوباً بسبب سقوط آور، تزامناً مع مجاعة قاسية نتجت عن التغير المناخي وإنهاك الأرض الزراعية. بعد سقوط آور وانتهاء عصر سلالة آور الثالثة، هاجر كثير من السومريين شمالاً، ولم تعد اللغة السومرية مستخدمة في الكلام، ورغم استمرار استعمالها في الكتابة فقد حل محلها الأكادية السامية، وبلغت الحضارة السومرية نهايتها، لكن إرثها ما زال حياً في العديد من مجالات الحضارة، ومنها أمور نعدها بديهية مثل تقسيم اليوم إلى 24 ساعة.